بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم حبايب يوميات أسرة على قد الإيد؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. معاكم محمد حبيبتكم. النهاردة بأمر الله هنعمل مع بعض البوري المشوي في فرن البوتاجاز. مش هنشويه من فوق ولا هنشويه بره في السوق، هنشويه مع بعض في فرن البوتاجاز من غير ما يدخن ومن غير ما يخللنا الشقة كلها معبقة دخانة وكده. لا ان شاء الله الطريقة دي هتعجبك وهتعتمديها ومش هتبطلي تعمليها بأمر الله، ومش هتشوي في السوق تاني. يلا بينا حبيبتي، ما طولش عليكي، نشوف الأكلة بتاعتنا الحلوة دي، البوري المشوي بتاعنا ده عملناه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي حبيبة قلبي السمك بتاعنا اهو، بسم الله ما شاء الله. البوري اهو يا حبيبتي، طبعا جبته ونضفته ودعكته كويس تحت المية لحد ما بقى زي الفل اهو، زي ما حضرتك شايفة كله كده. لازم انضفه عشان هحشي البطن. ماشي، دلوقتي الحشوة بتاعتنا عملت له طماطمية وبصلاية وشبت، شبت بقدونس كزبرة، بس انا عندي شبت حطيت له شبت. ماشي، وهنحط له ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبرة ناشفة. هنحط دول كده، ملح وفلفل اسمر، اللي عايز فلفل اسمر يحط، بس انا ما بحطش على السمك فلفل اسمر. ملح وكمون وكزبرة ناشفة، ونحط حبة خل، بسم الله الرحمن الرحيم، وحبة زيت، ونحط معلقة ليمون، برضو عصرة ليمونة. ماشي حبايبي، هنقلب بقى الخلطة الجبارة دي. طبعا دي طعمها لوحدها بيبقى تحفة ما شاء الله. هي دي اعتمديها عندك في كل الاسماك، حتى لو هتعمليه صينية بيبقى نفس الطريقة كده برضو. طبعا الرخامة نظيفة وكل حاجتنا نظيفة وغسلينها قبل الشغل. ماشي حبايبي اهو، بناخد بقى السمكة بتاعتنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بنحط فوق كده مكان الخياشيم، مش كتير عشان ما يقعش مننا واحنا بنشوي اهو، يدوبك السمكة تتطعم بس. ماشي حبايبي اهي، امسك التانية كده افتحها، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، نحط كده من فوق اهو اهو ما شاء الله اهو. نقفل بقى عليها، ودلوقتي هنجيب الردة ونعملها بالردة وندخلها الفرن عشان نشويها وناكل احلى سمك بوري مشوي ان شاء الله. يا حبيبتي حشيت السمك بتاعنا اهو كله، بسم الله ما شاء الله زي ما حضرتك شايفاه. ودلوقتي جبنا بقى الردة حطيناها في الصينية بتاعتنا، ونضغط عليه كده عشان الردة تمسك فيه، عشان تبقى طبقة عازلة حلوة تشوي لي السمك اهو يا حبيبتي. بتك عليها كده عشان تشيل معايا ردة، عشان ايه؟ تشوي السمكة كويس اهو. واحدة كمان يلا بينا بقى على الفرن. الفرن بتاعنا طبعا احنا مولعينه وهو دلوقتي بيسخن من تحت، يلا بينا نرص السمك بتاعنا عليه. ادي يا حبيبتي اهو، رصيت السمك بتاعي على الصاجة بتاعت الفرن وهو بسم الله ما شاء الله عليه. اول ما يتشوى من تحت واجي اقلبه هوريهولك تاني. الطريقة دي ولا بتدخن الشقة ولا تخليلك ريحة دخان زي ما بنشوي كده على البوتاجاز من فوق، ولا اي حاجة، ولا تحس ان انت بتشوي سمك اصلا. ادي حبيبتي زي ما حضرتك شايفه اهو، قلبته على الوش التاني، ويعني اللي استوى عشان خاطر النار بتبقى في النص، اللي استوى قلبته، واللي لسه سايباه برده زي ما حضرتك شايفه كده. طريقه شوي جديده وجميله وما شاء الله عليها، يعني احسن من الشوي على البوتاجاز من فوق. ادي حبيبه قلبي البوري بتاعنا اهو، الحمد لله الشوى في الفرن زي ما حضرتك شايفاه من على الجنبين، بسم الله ما شاء الله عليه، من هنا ومن هنا. الجنب اللي يستوي بتقلبيه بالراحة بالمعلقة على الجنب التاني، وبسم الله ما شاء الله، ولا تحس في الشقة ان انت شويتي سمك ولا اي حاجة، ولا دخان ولا اي كلام من ده. وان شاء الله الطريقة تعجبك وتجربيها بإذن الله. وبالله عليك ما تنسيناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.